مساء الخير على كل اللي بيشوفونا مشاهدي برنامج توك شو بالعربي. فقرتنا النهارده هنتكلم فيها عن اساليب التغذيه السليمه وعن اساليب التغذيه الخاطئه وازاي نتجنبها. بس اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفه حلقتنا اللي منورانا دكتور مروه محمد شاهين، اخصائيه علاج طبيعي وتغذيه علاجيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. دكتور مروه، في البدايه حابين نعرف منك ايه هي اساليب التغذيه السليمه؟ اولا لازم نعرف ان احنا علشان تكون صحتنا كويسة لازم نمشي على نظام صحي، ان احنا امتى ننام وامتى نصحى وناكل امتى وناكل كل قد ايه، ونعرف الحرق بيشتغل امتى، ونعرف قد ايه المية مهمة علشان جسمنا يشتغل بطريقة صحيحة. بس فهو اسلوب حياة. طيب قبل ما اني اكل ايه، انا ممكن اكل حاجات صح في وقت، وممكن اكل لو ليا نفس في حاجة غلط اكلها برضو، بس يبقى هو الغلط دايما هو الاستثناء. طبعا. هي طيب دكتور، ازاي اعمل نظام غذائي من غير ما يبقى فيه حرمان؟ ان زي ما انا بقولك ان القاعدة تكون قاعدة صحيحة، اكون عارفة النظام الصح، ويوم ما غلط اعمل حاجة غلط ابقى عارفة ان الغلط ده بس علشان ما يحصلش انتكاسة، لان الحرمان هيخليني ارجع